تواجد اليوم في إمارة الفجيرة لتغطية بطولة الفجيرة الدولية للرماية الجبلية. هذه البطولة اللي تقام لأول مرة في المنطقة وبالتحديد في إمارة الفجيرة، هذه الإمارة الجميلة. أنا جاهز، أنتم جاهزين؟ خلينا نشوف جاهزية الفرق. حياك. الجميل في هذه البطولة وجود القرية التراثية المصاحبة لفعاليات البطولة. التراث الموروث الشعبي هذا جزء من تاريخنا، تاريخ دولة الإمارات العربية، وشيء ما نستغني عنه وموجود في كل فعالية أو بطولة تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا شيء أساسي في حياتنا، هذه اللي عاشوه أجدادنا وأبانا في السابق. خلونا ناخذ جولة هني ونعرف الناس على جمي. حالة سيش طيبة، الله يحفظك ويخليك. خبرينا عن الرحى هذه، خبرينا عن عاداتنا اللي نحن نفتخر فيها. هذه عاداتنا ابوي من الاول، قبل يعني ما عندهم طحانات، ما عندهم مكاين، ما عندهم شيء، يطحنوا الحب على هذا، يسووا منه القرص، يسووا منه العصيده، يسووا منه اليريشه، يسووا منه كل شيء، يزرعوا في بلادهم محلهم ويطحنوا على الرحى. هاي اول شيء يتكون هذا القضيم، وخلاف يدقوه بالمدق بالمطحان يعني كذا، يدقوه وخلاف ينخلوه ويذروه ويصفوه، يصفوه الحب هذا. هذا حبر، حبر اصلي مزروع في الدار يعني. هي نعم، وهاي شغلتهم من سنين زمان. هاي يسموها كلة العروس، كلة كامل مع السرير مع الزهبة. هذه احنا الحين مسوينها بس على اساس الناس تشوفها، بس هم عادة ما يسووا بهالطريقة، يعني خلوها بالصناديق ويشلوها وهذا، لكن احنا مسوينها عشان الناس تعرف. هذه الزهبه مال اهل العروس بروحها، وهذا ذهبها، وهناك بعد في ذهب، وهذا لاهل العروس، هذا الصندوق وهذا الصندوق، هذا للاهل الحريم وهذاك للرجال. وهنا العروس يجيبوها يعني يشلوا الزهبه من بيت المعرس لبيت العروس، ماشيين على رؤوسهم شالين صناديقهم. والاول بعد شالين بقش، يعني ما في كان عندهم يعني ميتيسر يجيب يعني اشياء وايد، ولا على قد حاله يجيب شويه، يشيلوها من هناك لين يجيبوها بيت حي العروس. حي العروس عاي يستقبلهم بالغنه وبالهذا وش اسمه. ثاني يوم عاد ام العروس تعزم الحريم يجوا يشوفوا الزهبه. احنا عندنا نسموه حاضر العروس، هي حاضرها شو عباره عن الحريم يتجمعوا يخيطوا ملابس العروس، لتشبق البرقع، لتخيط الكندوره، لتركب البادله، لتسوي البخور، كل شيء يعني تابع للعروس، لتدق الحنه، اي شيء يخص العروس هذا يسموه احنا عندنا حاضر العروس. ركن الطيور هنا قلنا خلينا نلقي نظره عليها، على ما شاء الله الشاهين، وما شاء الله مرتبينها تبارك الرحمن، يعني حتى اجواء شعبيه وحلوه، يعني مبين فيها التراث. كيف شفت الفجيره انت؟ ما شاء الله، انا الفجيره اول مره اجيها صراحه استانست فيها. احنا من شوي وصلنا، دخلنا على الميادين، قلنا خلينا نفطر نشوف ما شاء الله الجلسات الشعبيه هني، ونشوف الطيور ما شاء الله، نشوف الناس الطيبه اهل الفجيره والامارات كلهم. شو اللي جذبك اكثر شيء؟ والله احنا ناس اكثر شيء جذبنا الرمايه وهوايه الطيور والصقور والصيد، اي يعني شغله فيها صيد استمتع فيها، ندخل فيها دائم، خاصة الرماية. الرماية احنا يعني سنين، مو من اول على قولتهم سنة سنتين، لا لنا سنين فيها، يعني قديمين فيها، فنحب نشارك فيها وين ما كانت نروح لها. مرحب فيكم في موقع بطولة الفجيرة الدولية الجبلية للرماية في اللي انطلقت اليوم من تاريخ 6/2 إلى 11/2. لله الحمد الانطلاقة اليوم كأول يوم تدريب، نحن سعداء بمشاركة أكثر من 252 شخص اليوم للتدريب، فهذا رقم جيد أن نحن نبدأ فيه من في أول يوم من انطلاق تدريب البطولة من أصل 444 رامي. الأجواء الحمد لله رب العالمين كانت سلسة، كل اللجان قائمة بدورها، من الاستقبال، الرماة،
لتسجيلهم إلى انتقالهم لاستلام بنادقهم والانتقال إلى المنصات الرماية. فكانت العملية الحمد لله رب العالمين ممتازة، والناس تدربوا من الساعة 9 الصبح إلى الآن الساعة 5 وقفنا، وإن شاء الله لنا لقاء باكر وياهم اليوم آخر من التدريب. يعني توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة أن تقام بطولة دولية تلبي طموح الرماة على المستوى المحلي والمستوى العالمي، فدعم للوصول إلى أفضل النتائج في هذه البطولة التي ترضي كل الرماة على المستوى المحلي والعالمي. فلله الحمد يعني الأشياء يعني الأمور مبشرة في أول يوم من الانطلاقة، وإن شاء الله أن نحقق أهدافها بإذن الله تعالى. السؤال الأخير، الموقع ما شاء الله مجمع متكامل مصاحب لكافة الفعاليات، خبرنا عن فكرة الموقع واختياره والفعاليات المصاحب. طبعا الموقع تم اختياره ليناسب يعني الطبيعة الجبلية لإمارة الفجيرة، يكون قريب من ليبال، المنصات تكون دائما قريبة ليبال، المهرجان يكون في هذه المنطقة، الحركة تكون سلسة سهلة على الرماة، والحمد لله أن القرية اللي موجودة تتضمن كثير من الفعاليات. على سبيل المثال عندنا قرية تراثية يعني تعكس الطابع الإماراتي، وهذا هدفها الأول. يعني عندنا مشاركات من دائرة السياحة والآثار، كذلك عندنا من الدوائر المحلية في المنطقة اللي تخدم الرماة والزائرين للمكان. هي البطولة عبارة عن 4 فئات، الفئة المفتوحة وفئة النساء وفئة الناشئين من 12 إلى 18 سنة تحت إشراف أولياء أمورهم، وفئة كبار السن فوق 55 سنة. تجهيز أو تحضير للبطولة تكون في هالمستوى هذا بهالحجم هذا بعدد المشاركين لازم يكون تحضيرها شوي يعني قبلها بدري، يعني بشهرين 3 شهور. ف يعني شاركنا في دبي وشاركنا في أبوظبي وشاركنا في العين، وأول مرة نشارك في فجيرة، وما شاء الله تبارك الرحمن فيها تضاريس يعني أول مرة تمر علينا صراحة. الجبال والتضاريس اللي هي فيها نوع من أنواع الصعوبة أن تمييز الطبق، يعني يكون الباك جراوند الجبل وفي هواء، يكون في هواء لأن تدري ممر جبال. الجماعة مو مقصرين، الله يجزاهم خير، مرتبين من أول اتصال أو رسالة إلى ما وصلنا ورمينا. كيف شفت الفعاليات المصاحبة للبطولة هذه؟ إيه الفعاليات المصاحبة كل ما زادت كل ما عرفت أن البطولة ناجحة. فنجاح البطولة في أنه يكون سايد إيفنت. زين البطولة بحد ذاتها صعب أن يتنظمها، فإذا حطيت بطولة سايد يعني كومبيتيشن أو تحدي جانبي صراحة تنظيم جميل جميل جدا. وبعدين أنت لا تنسى أن احنا يعني الفريق الكويتي أول مرة يجي في هالعدد هذا، أكثر من 40 رامي، وهو الوفد الأكبر بالنسبة للدولة. فيزات والتنظيم كل شيء أوكي، ما شاء الله أعداد كبيرة حاضرة، أبطال من كل الدول الحمد لله، وإن شاء الله نكون مستعدين حق البطولة بإذن الله. أنا أشوف استعداد جامد للفريق الكويتي، تركيز كبير من الحين في أول يوم البطولة. والله إن شاء الله الشباب فيهم خير بركة، إن شاء الله كلهم جاهزين جايين من بطولات برا، وإن شاء الله اللي فيه خير الله يكتب لنا إن شاء الله. جاهز تأخذ الأول إن شاء الله يا رب، ما يكسرون بأحد إن شاء الله. بطولة بالفجيرة والله يعطيهم العافية، يعني التنظيم فاق التصور بصراحة، شيء مرتب ويعني ما كنا متوقعين لهالمرحلة من الترتيب وفترة بسيطة يعني. وبس نتشكر من الإمارات بصورة عامة ومن الفجيرة، بطولة احنا شفناها يعني ديرتنا الثانية قريبة عندنا، فلازم نشارك فيها، لازم نسجل اسم بهالبطولة هذه، والله يوفق الجميع إن شاء الله. أنا المعلومة اللي وصلتنا المنتخب الكويتي متمرس أو متمكن في هذه البطولة، واليوم وجود 40 دولة مشاركة في هذه البطولة بيعتبركم أنتم كتحدي كفريق الكويتي. صحيح صحيح، والله أمانة يعني إحنا ما نبي نفضل نفسنا على أحد، لكن الكويتيين ما شاء الله في كل مجالات مبدعين الحمد لله. نطلب من الله إن شاء الله التوفيق، وإن شاء الله الرامي يثبت نتائجه ويثبت أداءه بالبطولة، والله يوفق الجميع، إحنا إن شاء الله نجاهزين، عسى الله يوفق الجميع إن شاء الله.
الرياضة اللي تحبها بتسوي المستحيل بشغفها، الشغف فيك بتطلعه، بتتعب لكن بتكد عليها وبتشتغل. خلنا نشوف أحد المتسابقين. يا هلا بيك، يا مرحبا. أنا شفتك قاعد من بعيد، لا خليك قاعد، خليك قاعد. أنا شفتك من بعيد قاعد. الله يسلمك. يسمونه استراحة محارب، صح؟ استراحة محارب، إي نعم، يا هلا مرحبا. هلا بالشباب. راح فيك اليوم عمر، وش خبرني على الأجواء؟ خبرني كيف شفت الفجيرة اليوم؟ والله في هالبطولة. والله طبعًا أنا بين أهلي وناسي طبعًا، ديرتي، مو هي ديرتي الثانية، ديرتي الأولى هي، على حال الكويت. الله يحفظكم جميعا، الامور كلها فوق الممتاز، اللهم لك الحمد. بطوله ناجحه بكل المقاييس، واكبر دليل قولتهم الاجانب كلهم جايين ومستانسين، ومن كثر الزحمه يعني الناس كلها ضايعه. والله يعطيكم العافيه على الترتيب، ما قصرتوا، ومثل ما قلنا لكم احنا على قولتهم بين اهلنا وديرتنا. البطل سيف بن فطيس، راح فيك اليوم عبر شبكة سبورت فورو الإخبارية، واليوم بطل الإمارات متواجد اليوم في بطولة الفجيرة للرماية الجبلية. خبرنا عن مشاركتك هذه في هذه البطولة اللي تقام لأول مرة في هذه المنطقة الجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. طال عمرك، هاي البطولة بطولة مشرفة لدولتنا، وحبينا نشارك فيها ونحث الشباب أنهم يشاركون فيها، وبطولة طيبة، وما شاء الله موقع استراتيجي ما تقول في الإمارات، فهذا الحمد لله شيء طيب ومشرف لدولتنا. مشاركة سيف بن فطيس في هذه البطولة تعني الكثير لسيف وتمثيل لدولة الإمارات بوجود أكثر من 400 دولة مشاركة. طال عمرك اللعبة هذه مش لعبتي اللي أنا، اللعبة الأولمبية، ولكن أنا حاب أني أشارك فيها وأمثل دولتي بناء على أني يعني أحب الرماية، وأحب أي مشاركة تكون في دولتي في الرماية أحب أني أشارك فيها، وإن شاء الله أنه يكون لنا نصيب طيب. كيف شفت الفرق المشاركة المتواجدين في هذه البطولة؟ والله طال عمرك اللي جايين أبطال عالم، وكل واحد جاي يمثل دولته، ولو في نفس الوقت هي البطولة يعني مش بسيطة ومتعددة ولها قوانين قريبة وعجيبة يعني، وسبحان الله فيها نقاط. واليوم هو يعتبر أول يوم تدريب رسمي، وعندنا ثاني يوم تدريب، والبطولة إن شاء الله بتكون بعد ثلاثة أيام. سؤالي الأخير، رسالتك للمشاركين في هذه البطولة بحكم أنك أنت متمكن ومتمرس في هذه البطولة بغض النظر عن نوح؟ والله طال عمرك شوف، البطولة هذه ما بسيطة، لأنها هي قوانينها مختلفة كليا. يعني أنت الحين في النقطة هاي اللي احنا واقفين فيها مثلا برنامج ثاني، بتصير محطة ثانية برنامج ثاني، فممكن أنت هني يعني تيب أهداف طيبة أو رغم طيب تصير في مكان ثاني يقل مستواك، فهم يأخذون التوتال النقاط، وعقب في تأهيل يعني للفاينل في آخر يوم إن شاء الله. حديثك مشوق، أنا ما ودي أنهي وياك، لكن السؤال الأخير، كيف شفت الفجيرة؟ والله الفجيرة غير طال عمرك، الفجيرة صراحة فاجأتنا بهذا التنظيم وهذا الشيء الطيب، وما شاء الله يعني اللي صدق يعني عجبني في المنطقة أن المنطقة خضراء، فهاي يعني احنا ما بدوم نشوفها في بلادنا، لكن الحمد لله شيء طيب ومشرف إن شاء الله. في أي فعالية، في أي مسابقة، في أهم فقرة، الأكل وين؟ الفود تراك وين؟ How are you my friend? What do you have? I am hungry, very very hungry, too much hungry. There is have sweet potato, kebab lahm, okay. Kebab chicken with rice and French fries with the potato. I have sandwich. Everything is have soft drink, Pepsi, water. Yes, everything have. What do you want? I will give you. I love to see different kind of people, and I love this program, and I am here to thank Imarat. Yes, Imarat, too beautiful, too good. Yes, thank everyone. Yes, and this is Kilo 9. Here we are. Yes. I know dance. Dance. Ah, you know. Yes, I know dance. Very good. Yes, I'm good dancer. Show me. Yeah, show me. You want me to show you? Good dancer. I need music so I can show you that I'm perfect. يا طب مشاكيك. شو مشاكيك بس؟ وزنك كافي بس لا. لازم. بتحب الأكل أنت؟ لازم يعني. إذا ما أكلنا من مرض وهلا. أنت شو تودي الأكل نصير هناك البطولة، شو رأيك؟ لو استوي والله كي. ريال مليون درهم قالوا فيها. يلا. مليون درهم. يلا. ولا أكل. احسن مع مليون نقوم نفتح لنا مشروع مطاعم. يلا انا وانت مو مشكله. شوف الاكل اللي انا ها
ولا فلوس لي؟ ايوه خلاص خلاص عشان انا امتلى. اتفقنا. خلاص انت ما تمتلى مره ثانيه. Everything for coffee. Yes boss, all is everything for coffee. Try our special coffee here in La Familia. We are making a good quality of coffee boss. That's all. Show me how do you make to coffee. Quickly, quickly, I don't have time. Quickly. Yes, I will show. How I will do the coffee, only espresso, milk, good steaming. هذا الكوفي هاي لعبتكم هني انتو. Yes boss. That's quickly. Yes, a quickly. What's your name? Red boss. اللي يبغى كوفي على السريع ومستعد ترى عند الريد بوس. ها انت فاسوي دعايه ولا ما انفع شباب؟ ابغى فلوس انا. It was amazing, but it's very hard and very difficult to see the targets with this background up on the mountains. That makes very difficult, but it's nice to shoot them. How do you see Al-Fujairah? Beautiful. All the rocks with the sea, nice people, good food. First time come. First time here in the Emirates, yeah. Good planning behind all this, because from the beginning where we stepped out of the plane, we got people who were looking for us, who transported the guns here. Good organization, good community here, and just nice to shoot, yeah. Finish training for shooting? Tomorrow again training, yeah. Wednesday ceremony. And then we are ready for the competition, I would say, yeah. You will be win or no? I am looking forward to it, yeah. Awards is million dirhams. What? Awards is million dirhams. That's amazing, yeah. Amazing. What should we do with that? Beautiful panorama, I would say. All the mountains, you know, in Austria there are also many, many mountains, but this is kind of different. In another way, it's very special and beautiful. It's Mario Psarti. I came from Cyprus. It's a small island, it's a Greek island in the Mediterranean. It's my first visit in Fujairah, yeah. The place is wonderful. The beach is wonderful. We stay in a nice hotel. Thank you very much, the organizers. Now about the competition and the organize here, it's amazing. Everything is under control. You guys, you do perfect work. I am a referee here. First time I do ref abroad. I do ref in my country. And it's amazing feeling. Too much people from everywhere in the world. Too much work to do everyone here. The organizers, the technical staff, everyone. Got cartridges for free. It's everything is amazing here. I love it. And I'm glad I'm here. بالعافية عليكم وبالعافية. بالعافية عليكم. انا بخرب عليكم شوي. انا شوف انا ما احب الاكل عشان تيم بخرب لحد اللي يلا بالعافيه عليك. بالعافيه عليكم. شو خبرني شو الاجواء هناك؟ والله زينه. شو تعرف عن الرمايه؟ الرمايه استاي في منها اسلحه استاثيه ويعني هاي استا شوزن يرمى اي شيء استا ويرمى فيه. ما شاء الله عليك خبره. تعرف انت؟ وين الخبره؟ ها رميت قبل ولا ما رميت؟ انا لا عادي مالك بينا كاميرا ما تدري عادي ايه شوف ياشر لك ويأشر لك يبغى يخرب عليك اصدق عادي انت اعترف لي عادي يعني ايه رميت يعني رميت ها طلع كلام منه الحين وين رميت انا يعني هذا كنت مسجل في الفجيرة وين في الفجيرة اختبار ما اتذكر مش انك رميت جبت الاول ولا وين هو نقول لك خبره وحافظ وها اي خبره ما يعني ها ايه شو رايك تشارك بطوله الفجيره الامارات الدوليه ما فكرت تشارك ما بجيب شيء يعني جرب يمكن تعرف فيها مليون درهم
زين النسبة لازم تكون اني انا 100% اني انا بفوز. انت مو واثق بنفسك؟ رماية يلا قول لي عن الرماية. زينة هي وناسة يعني ومهارة يعني مرات تكون مهارة يعني واحد يكون ماهر بهاي الشغلة. انت وناسك بالاكل؟ لا لا الامور طيبة. رميت قبل شيء؟ اي نعم. اه ما شاء الله. نعم. وين رميت؟ اذربيجان. ما شاء الله هني الخبرة. كلام لك يا قارة. وين رميت؟ كيف رميت يعني خبرني عن هالتجربة اللي انت خذتها. انه حطه في الشوزن تكون فيه مؤشر قدام وطير الصحن تحطه قدام الصحن تحته عشان فيه ارتداد في الشوزن فان تصيبه على طول شو اسمه الصحن. سويته في مسابقة ولا بس كذي؟ لا لا يعني ما فكرت تشارك في اي مسابقة؟ لا لا والله. مليون درهم طيور وكذا حلوين؟ ايه حلوين والله. كم مطعم مفتح بيهم؟ ها؟ كم مطعم مفتح بيهم؟ وايد. هي نعم. شو رايك في كل اماره مشروع؟ كفو. ناخذ اذربيجان مشروع اكبر. نعم والله. فكره فيها فلوس. ايه نعم. We I haven't had anything to do with this bit. Phil and I have been designing the targets for the course. But the Crown Prince and his team have had a fantastic vision to put this on. And as a shooting, you know, I represent Great Britain for a shooting sport, and we travel all over the world representing our country and competing not only as individuals but as teams. And as an individual, this is probably the best setup shoot I've ever seen in my life. It's fantastic from start to finish. The attention to detail that the Crown Prince has shown is absolutely incredible. That shooting of Fujairah. Mountains, first time in the Fujairah. What do about this? It's incredible. I came earlier in the year to look at the ground and was absolutely blown away by the mountains and the Indian Ocean and everything else. So it's a fantastic venue for people to come to. First time you've come to Fujairah or you before come? I came in September to look at the course that we were allowed to set, and now I've come back now properly. So first time you come. First time properly, yeah. How do you see Al-Fujairah? I haven't seen much of it at the moment. I've only seen the mountains. We've been working, since I've got here, we've been working from dawn until dark every day. So I haven't had chance to go into Fujairah yet, but I will do. Thank you. قبل ما يطلع شوف هذا قال لي بتحداك. بتجيبها ولا ما بتجيبها؟ بجيبها. يلا تحدى. خلنا نشوف. يلا. ها لا لا تعال 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 لحظه لا خله 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 يابها 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 مره على احمر هذا يوم تقول لك رامي انت وين متعلم الرمايه نادي ذب الحصن ما شاء الله لاعب عندهم ما شاء الله الحمد لله شو تعرف عن الرمايه خبرني أعرف عن الرماية لازم فيها تركيز يعني ما لازم لك كل يوم تتدرب لازم إنك تركز على الأيم لا أنا أروح دبل حصن عشان أحسن أيمي عشان كذا جبتها بالتسعة تحديتني وأنت قد قد التحدي قدها قدها وقدود لا تقول لي أنا أجرب ترى أنا ما أعرف جرب فلا تورطني جرب أنا أول مرة جربت جبتها بالهذا بالعشرة انت لاعب اخوي اول مره في حياتي اجرب يبتى بهذا العشرة شفت قلت لك بتجيبها بالعشرة هذا ابوي عنده نظره مستقبليه نودر اللي عن الاعلام نودر يصير رمايه والله شجعني البطل الصغير شو اسمك اسماعيل ابراهيم سيف سعيد العبدولي انتظروا هذا الاسم في عالم الرماية مستقبلا لحظة سمعت عن بطولة الفجيرة للرماية الجبلية الفجيرة اشاركها بتشارك ايه انت مشارك فيها انت شكلك سمعت عن المليون ما همنا الفلوس احنا همنا التدريب يا ولد شوف هذا عندنا نظرة مستقبلية
هذا مشروع إعلامي مشروع لاعب. والله شوف يعني أنا صراحة ما كنت أدري عن رماية شيء، كل شيء كان بالمصادفة يعني، وصراحة المعلمين هو اللي يعرفوني عن رماية، ورحت أنا جربت يعني كذا أسبوع، قلت يعني أكيد ما بيعيبني، بس صراحة عيبني وتمت سنة كاملة أتدرب لما الظروف يعني خلتني أبطلها الرياض، بس يعني إن شاء الله العودة حميدة إن شاء الله. في مشروع عودة؟ هي بمخينا، لا خطة كاملة أكيد يعني. عودة بقوة بعد. هي هي حتى إني يعني بطلت صراحة تدرب من سنة، بس هاتولو يعني بعد أتدرب. في وايد طرق عشان تتدرب، ما لازم تروح النادي عشان تتدرب، عادي تقدر تدرب بالبيت يعني، ما فيها شيء. فايا سمعتي عن بطولة الفجيرة للرماية الجبلية؟ أنا تدري متى سمعت فيها؟ قبل بس كم من يوم، يوم بدوا يسوي هذا بيتنا حرفيا زين، فيوم بدوا يسوي المكان يعني بدأت استفسر شو هذا يعني، ودخلت مبارح الويب سايت مالهم، صراحة كان مشروع خطير يعني، يعني أبدا ما تخيلت إنه قدام بيتي بيكون في شيء مهرجان وبطولة ورماية وهالناس وهالأوادم صراحة، وتشرفنا فيكم طبعا. كيف شفت الأجواء في في الموقع هذا الجميل؟ طبعا لو تيجي من قبل المكان هادي، الناس مسالمين ما راهم شيء، الحين كلهم يلا تعالوا المهرجان ويلا ما تبي يفتح ما ادري شو، كلهم خلاص متحمسين، المكان حرفيا يعني ينفع صراحه، مكانه وايد حلو. انا عادي انا مش جيتكم سياحيه، لو تيجي تكتشف عندنا بغوب بدب فجيره انا بكون موجوده حقكم، لان المكان عندنا وايد حلو خاصه فصل الشتاء خطير، فانصحكم صراحه انكم تزورون. ما شاء الله انت متعدد المواقع. شكرا. رمايه ومرشده سياحيه. شكرا. I'm from Austria. All of us. These are the two of my brothers, and I'm here with my family. Ready for shooting? Ready for the shooting. Today it was just training, and it was fun, and I'm satisfied with it. How do you see Al-Fujairah? Fujairah. We arrived yesterday, so I haven't seen a lot of it. But what I see so far, the landscape and the view around, I love the mountains and the people are very, very friendly and nice and welcoming. Okay, you should be a winner. I should be. Yes. If the universe wants it or want me to be the winner, then I will be. But who knows? Can me talk any words for Arabic? Say this again. Anything. Okay, Arabic. Talk Arabic. شكرا فوتيرا. أختم تغطية سبورت فور أول من هذا المكان الجميل، من هذا المكان اللي استمتعت بكل لحظة فيه. شكرا للجنة المنظمة لبطولة الفجيرة الدولية للرماية الجبلية. لنا عودة، تغطيتنا لليوم انتهت، بس لنا عودة إن شاء الله في الأيام القادمة. شكرا للجميع، إلى اللقاء.